هذا وقد شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني. وأكد عبد العاطي في كلمته أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل وإصرارها على التوسع في الاستيطان. كما أشار عبد العاطي إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية وعلى صعيد الوساطة.